لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لمتابعة مباراة كبيرة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي هنا في مدينة القنيطرة، تغطية إعلامية كبيرة لهذه المباراة، كيف لا والأمر يتعلق بمباراة لايسفار والماس، اثنين من رموزنا ومن رموز كرة القدم الوطنية. في هذه المباراة التحق اللاعبين بأرضية الملعب، يتقدمهم حكم هذه المباراة سيد جلال جي. مباراة تنطلق من أقدم لاعبي الجيش الملكي من ربيع حرمات، لاعب بورغيس يلعبها من الجهة اليسرى لفريق الجيش الملكي، نحو بورغيس الضغط على حامل الكرة من الجهة اليسرى لفريق المغرب الفاسي، والحكم يضغط الكرة في منطقة الجزاء. المتابعة بالراس من دفاع الجيش الملكي، مثلا الخطورة الطريقة ساتي ساتي ساتي، وخروج الحارس بعيو. بعيو يدخل، تعود من جديد من محاولة المغرب الفاسي. المغرب الفاسي الذي يبحث عن فرص الوصول. لاعبي المغرب الفاسي، كرة في منطقة الجزاء من ربيع حرمات، أقرب لحارس المرمى عبد العزيز. سلات في 2020 يا أخي، كرة لفريق الجيش الملكي، سدد كورتو زكريا فاتي، تتحول بعيدا عن مرمى المغرب الفاسي البدوي في محاولة من مراوغة وعودة موفقة من مفيد ورفاقه. مفيد من الجهة اليمنى، مفيد الصغير الذي يكبر جولة بعد أخرى في البطولة الوطنية، مفيد الظهير الأيمن الذي يقنع مباراة بعد أخرى في البطولة الوطنية. وصل مساوية للأمام نحو كريم، وعودة موفقة لمفيد. مفيد في التغطية، مفيد يفيد الحولي، ينقل الكرة في منطقة الجزاء، والتدخل من حاتم لفريق الجيش الملكي، يتحول من جديد. انطلاقة لفريق الجيش الملكي من رضا سليم رضا، والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، متسلل تماما محاصر، لكن هذه المرة الحكم يرفع الراية في الكرة الماضية، ويقول كان متسلل وكان حالة شرود في الهجمة الأخيرة من فريق الجيش الملكي. كرة من رضا سليم، لكن تدخل كريم الضغط على كريم من الجهة اليمنى، والكرة في التماس لفريق المغرب الفاسي في دور دفاعي. كريم يعود هذا رضا سليم، الحكم يطالب بمواصلة اللاعب بكل ما فيه ولا شيء. الكرة الماضية، يوقف اللاعب هذه المرة للإعادة لما حدث في الكرة الماضية. كرة الملكي، كرة من رضا سليم لمفيد، مفيد وعمل كبير من ياسين رامي، والكرة في التماس، يقول حكم والهدف. كرة من رضا سليم، رضا يتحصل على ضربة خطأ بإشارة من حكم المباراة. الجيش الملكي نقل الخطورة في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي. كريم الأشبي، المغرب الفاسي، كرة مساوية مساوية مساوية، والتدخل من دفاع فريق الجيش الملكي. المتابعة من حاتم الصوابي، إخراج الكرة صغير لما يجتهد، نستحق ويستحق منا كل التحية وكل الدعم، وهذه رسالة موجهة للنوادي الكبرى. بعد الجيش الملكي، كرة للجيش الملكي، فرصة، ضربة جزاء. قلتكم لما يكون المجهود الفردي ولما يكون الاجتهاد اعتمادا على المهارة، فريق كرة تسدد، الجيش الملكي. Our history forces us to be the leaders. والجيش الملكي تاريخه يدفع دائما لكي يكون في القمة، لكي يكون زعيما، وهو يتصدر القمة في هذه المباراة ويصل. ضربة خطأ لفريق المغرب الفاسي، تلعب من الطرف الأيمن، مساوية في منطقة الجزاء، والتدخل من حاتم الصوابي نحو وخدم كتير، ممكن وأن يكون واحد من اللاعبين نسعين وأنك تحيد له مكانه في المنتخب الوطني. في السلام، تمريرة هذه من عالم آخر لرضا، رضا 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 رضا، والحكم يقول له يا رضا يلا يا ولدي، وصل المباراة ما فيها ولا شيء. تتحول كرة من جديد، تلعب لفريق الجيش الملكي في منطقة الجزاء، والحكم يطالب بمواصلة اللعب، والكرة في تماس لفريق الجيش الملكي.
كرة لكريم الهشمي، الهشمي الكنترول، الهشمي الكنترول، محاصر بثلاثة أربعة لاعبين، تصل كرة لبونفا، سيلا يرجع الرحولي للوراء لنبيل مرموق، تلعب كرة من الجناتي 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 الجناتي، وأنور ترخاتي يدخل في آخر لحظة. المغرب الفاسي مازال الكره للجيش الملكي، رضا 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 يا رضا، والتدخل من عالي المقام عبد العالم حمدي يبعد الخطر عن مرمى فريق المغرب الفاسي. كانت واحده من اقوى من ابرز من افضل فرص المباراه ككل. البدوي البحث عن انطلاقه ايوب الودراسي، الودراسي الودراسي الودراسي، لو ما هربتش من الكره لكان الوضع مختلف في الكره الماضيه. يعني الاعاده لكره فريق المغرب الفاسي، تعود الكره الملكي وتدخل الحارس عبد العالي محمدي لفريق الجيش الملكي، امكانيه من رضا سليم زين الدين، كرة تسمعها وتسمع تأثيرها وصداها ولو أنها لم تلمس ولا شيء. وقدي قدي من جالس قدي يتحصل على الخطأ الذي يعلن عنه حكم المباراة، كان أقرب للكرة. المغرب الفاسي رضا في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع المغرب الفاسي، دياكيتي 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 لحاتم الصوابي، الصوابي والصواب كان من دفاع المغرب الفاسي، والتدخل وضربة مرمى للحارس عبد العالم حمدي، هذا حاتم الصوابي. الجيش الملكي عبر مفيد 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 في منطقة الجزاء، والتدخل التدخل من دفاع المغرب الفاسي عبر في منطقة الجزاء، تلعب الكرة وخروج الحارس عبد العالم حمدي، ضمن انه للجناتي الجناتي الجناتي للبدوي، البدوي وتدخل بعي وبعد سنوات وبعد عفوا 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 بعد شهور. رضا 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 رضا، والحكم يطالب بمواصلة اللعب، يقول ما كاين ولا شيء يستدعي ايقاف اللعب. التحول السريع لفريق المغرب الفاسي نحو ايوب الودر، يقول ضربة جزاء لفريق الجيش الملكي، ثاني ضربة جزاء في المباراة. سليم سليم، رضا رضا، كل الرضا يا رضا، كل الرضا يا رضا يا رضا يا رضا، ثاني هدف فريق الجيش الملكي، وتشتعل المدرجات جنونا، تشتعل صخبا، كل ما لديه من لاعبين. كرة في منطقة الجزاء بالراس، هدف أول للمغرب الفاسي بالرأس، بالرأس يعتلي القمم ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة، رقم 6. المدافع البديل الواد غيري يتمكن من بلوغ الهدف الأول لفريق المغرب الفاسي.